السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 22 من يناير أحيا الشباب يوم الوعل الوطني وإعادة تراث الأجداد ورمزية الوعل. ولأن النساء قبل أيام كان مقطوع لم يرتبط الموضوع ولم نغطيه، ولا نحن نتكلم عن الوعل وما هو الوعل في التاريخ اليمني القديم. الوعل من منا لا يعرفه؟ أجدادنا العظماء واتخذوه رمزا لهم في نقوشهم وكتاباتهم، وحتى وقت قريب في الأرياف الوطنية في الأرياف اليمنية توجد على بعض البيوت وعلى جنباتها قرون للوعل تدل على المكانة والهيبة التي يتمتع بها صاحب البيت. وها هم الشباب يحيون رمزية الوعل كرمز للقوة، وجعلها مناسبة للحفاظ على هذا الحيوان من الصيد الجائر الذي يعرضه للانقراض. والوعل رمز للدولة اليمنية القديمة، وهو كالنسل الجمهوري في وقتنا الحاضر. وللوعل صفات مميزة يختلف بها عن الحيوانات الأخرى. فالوعل لا يعتدي على أحد، ولكنه يرجع وبقوة كل من يعتدي عليه، إذ يرفسه حتى يمزقه أشلاء. لا يأكل اللحوم ولا يفترس، يتمتع بحرية وعزة نفس، إذ يصعب تدينه ولا يرضى أن يطوب أو تحيط به بمزرعة. يعمل ضمن جماعة حصينة لديها قائد مهاب، تتفاهم فيما بينها بلغة العيون، يغار على أنثاه ويقدسها. وللعلم أنثى الوعل تسمى أروى، ومن هنا جاءت التسمية الشهيرة لبنات اليمن. وتخصيص يوم للوعل اليمني يأتي كمفردة من مفردات